عاد من جواك هذا لا متابع كله خير فيديو جديد يوم الخميس انت اما اتكلم في اي حاجه اشتركوا في القناه واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوه مع تفعيل الجرس. هتكلم كده على السريع هنا رياضه اللي هي جنب كورنيش كل الالعاب دي في هنا تمرين بط وفي هنا تمرين ده وفي هنا هناك عقله طبعا من غير ما اسرح عايز اقول هنا في تمارين هتخليك عندك لياقه بدنيه عاليه وفي نفس الوقت هتخليك تحرق الدهون. يعني اقول لكم حاجه انت مثلا عندك بطن او مثلا عندك خواتم طبعا ده الجهاز ده يشلك البطن لكن ما يحرقش الدهون، اللي يحرق الدهون هو انك انت تجري وتقلل من السعرات الحراريه او الاكل الدسم. العاد مثلا تشيل البطن تلعب تمرين بطن طبعا في هنا جهاز ده اللي يخليك عندك حاجه اسمها تمرين قوه يخلي عندك لياقه بدنيه عاليه. وانا اقول طبعا ده شرحت انا في فيديوهات السابقه طبعا ده التمرين ده كل التمارين دي متعلقه بالتخسيس. يعني هنا في تمرين قوه في تمرين زي ما تقول ايه بشكل عام كل التمرين هنا بتخش اللياقه بتخش التمرين القوه والحرق الدهون. هنا مفيش هنا كمال اجسام اللي هو الدمبل البار الحاجات دي كلها وبس. شكرا لكم.